محطه الشرقيه مركز ولاستار، وقلنا هنروح مطعم حر ونار احلى فول وفلافل، وهنوريكم دلوقتي الفول والفلافل في مطعم حر ونار. احلى شيف في الدنيا معلم ابو محمد. طبيعي محشيه ابو محمد. دخلنا ده المطعم من جوه. وده الفرش من جوه. احلى شغل. ده الهوت بتاع الطعمية، هنوريكم الفرمة العدلة. وهنيجي تاني اوريكم الطعمية وهي لسه في الزيت الطعمية. وبيعمل طعمية كفتة يا جماعة، حاجة يعني زي الكتاب ما ايه. حبيب الطعمية وهي في الزيت. بكره بقى تبقى دي صور الجبنة بقى الرومي الحلاوة بالقشطة والحاجات يوم السبت. دي بقى البطاطس البانيه والمسقعه يا جماعه، بتنجان مالي، بطاطس مهروسه، بطاطس مهروسه، صوابع صوابع، بتنجان مخلل، بابا غنوج، سلطه. وده الهم بتاع الطعميه. في سبيل الله لا تلقوا بأيديكم إلى الشهادة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصيتم فما استيسر